السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله معانا درس جديد. النهارده درس بقى سهل جدا، اسمه Relative Sets، الجمل الموصوله. يعني ايه الجمل الموصوله؟ دي اللي هي بتيجي بمعنى ايه دي؟ يعني ايه؟ يعني عارف انت ما تقول مثلا ابني اللي عيونه سودا اسمه كذا، او مثلا انا كنت كاتب مثلا الراجل اللي انا قابلته شغال ظابط مثلا. تمام. طيب دي هتتكون ازاي؟ الاول لازم نعرف حاجه اسمها اللي هي ضمائر الوصل. فضمائر الوصل احنا عندنا النوميناتيف والاكوزاتيف زي ضمائر المعرفه بالظبط. دير داس دي دي الاكوزاتيف، دين داس دي دي في الداتيف، ديم ديم المفروض انها دي وانا ديم، وبعد كده بنضيف ان للاسم او ان، ده هنا تبقى دينا على طول. تمام. في الداتيف في الجمع الداتيف ضمير الوصل. في ضمائر الوصل بتاعت الجينيتيف دسم دسم، ده هو دسم مذكر والمحايد، والمؤنث والجمع ديغن. تمام. طيب بيتكون ازاي بقى؟ الاول انت عندك الاسم. تمام. لما تيجي انت عايز تستخدم بقى الاسم ده في جملة تانية، فبدل ما انت تقول مثلا ديمان دير إيش أو ديمان إست بوليتسيست، بعد كده أنت عايز تقول إيه؟ ديمان أو دي بوليتسيست، أو عايز تقول بقى هنا لو أنا قابلت، فأنت تقول إيش هابي ديمان جيتروفن إن دي زمان إست بوليتسيست. فأنا بتبقى ملخبطة، لأ يقول لك أنت خلاص أنت عندك ديمان، الضمير هنا اللي بيعوض عنه إيه؟ هو ماسكولين، فانت هتاخد هنا حاجة اللي هو يا دير يا دين يا ديم يا دسن. هتختار بقى اي واحدة من دول بناء على ايه في الجملة الموصولة. هي الجملة الموصولة بتبقى هي يعني نفس نظام الجملة الجانبية، الفعل اللي بيترمي في الاخر. فانت هتشوف هو هنا الاداء او الضمير الوصل في الجملة الموصولة دي وضعه ايه او اعرابه ايه، هل هو مرفوع منصوب مجرور مضاف. فهنا ايش getroffen hat haben getroffen عاملين لك اكوزاتيف، فانت بالتالي هتختار الاكوزاتيف مع الماسكولين تبقى دين. فانت دين من دين ايش getroffen hat اللي انا قابلته اس بوليتسيست. تمام. فهنا مثلا ماين زون ابني. تمام. يبقى الاداه بتاعته ايه؟ مذكر ماسكولين. طيب انا عايز اقول اللي عيونه دي، هل عيونه دي اللي عيونه سودا؟ فعشان اقول اللي عيونه انا كده بربط حاجه بيه، فده الجينيتيف. يبقى جينيتيف في حاله الماسكولين تبقى دسن دسن اون شفات سند هايست خالد، ابن اللي عيونه سودا اسمه خالد. تمام. لما نحل دلوقتي يعني الموضوع هيوضح اكتر. بيقول لك ايه؟ زيتس داس خشتجي ريلاتيف بونومن اين، حط ضمير الوسط المناسب. فبيقول لك ايه؟ داس زين دي كندا، هؤلاء هم الاطفال. في اقرا الجمله الاول قبل ما تحط الضمير. في اين جششت فوق ليزن هابن. تمام. هنا الفعل الاساسي فوق ليزن. فوق ليزن ده بيعمل ايه؟ فوق ليزن بيجي مع داتيف واكوزاتيف، داتيف للعقل واكوزاتيف لغير العقل. غير العقل هنا اين جششت، فهنا ده في الاكوزاتيف. الداتيف يبقى عندك هنا اللي هما ديكندر. ديكندر ده جمع، احنا قلنا الجمع في الداتيف تبقى دينم دينم. تمام. تبقى دينم اهي دينم في اينيج الششت فوق ليزن هابن، هؤلاء هم الاطفال الذين قرأنا لهم القصة او قرأنا لهم قصة. دوت شتيت دي نوي ليا، هناك هناك واقف المدرس الجديد، يقف المدرس الجديد. غششت وانت غشتت، انا عايز اقول اللي بيدرس التاريخ. فهنا هو هنا فاعل كمان مش مفعول به، فهنا دي هيبقى دي زي ما هو. هنا غششت هي اللي مفعول به. تمام. فو اس دي يوجرت، اين هو الزبادي؟ عايز اقول بقى اللي انا اشتريته. طيب اداته ايه؟ دي. فهنا اقول احنا هنا المفروض هنختار دي مذكر. الحاله بقى ايه اللي احنا هنستخدمها هنا؟ انا اشتريته، يبقى هو مفعول به.
انا فاعل اشتريته هو، يبقى هو مفعول به، يبقى دين في اس دي فراو، انا السيدة. بيك فوديم هوتيل شتي، اللي حاجتها قدام الاوتيل، اللي حاجتها طالما لقيت حاجة تعود على الست دي، او يعني متعلقات شخصية او اي حاجة ريليتد او متعلقة بالست دي، يبقى ده جينيتيف. فانا الفراو دي في الجينيتيف تبقى ديغن. داس از داس ريستورانت، هذا هو المطعم. ان فيجان اسم، انا عايز اقول اللي بناكل فيه، طالما في حرف جر، شوف حرف الجر ده بيعمل لك ايه، اكوزاتيف او داتيف او جينيتيف ايا كان، وهتحط الاداه في الحاله بتاعتها. فهنا ان هنا بتعمل داتيف، عشان احنا هنا لو جينا نعمل سؤال هيبقى بو، فهنا تبقى ان ديم، عشان داس في الداتيف هتبقى ديم. تمام، بيقول لك ايه، فومي دي دين انتش 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 ترشنن ساتس ان اينن ريلاتيف ساتس اون فيفندي ريلاتيف برونومين. يقول لك يعني كون، حط الجمله اللي تحتها خط دي في حاله الريلاتيف ساتس، استخدام الريلاتيف برونومين اللي هم ضمائر الوصل. بيقول لك ايه، داس زين دي اوفجاب، هي دي الواجبات. في زولين زي بسموج ليوسن، المفروض نحلها قبل بكره، فلما تيجي بقى تعملها بضمير الوصل هتبقى ايه، دازن دي أوفجابن. تمام، هنا ده جمع ولا مفرد ولا ده مذكر ولا ايه؟ لا ده جمع، فهتاخد مفروض دي لو هي في حالة نوميناتيف او اكوزاتيف كمان. تمام، طيب انت دي بقى الحالة بتاعتها ايه، الحالة بتاعتها انا اكوزاتيف لوزن، فهنا تبقى دي زي ما هي، يبقى دي في سموجن حتى بكرة أو حتى الغد لوزن زولين، عشان قلنا في الجمل الجانبية لما يبقى عندنا مضارع فعل بيجي هو في الآخر خالص، وبيجي قبله الفعل الأساسي في الإنفينيتيف. Das ist ein Baum، هذه شجرة. Den Baum hat mein Opa gepflanzt، اللي هي جده بزي بيرعاها او بيسقيها. طيب داس از ذا باوم، هذه هي الشجره. المفروض بقى هنا الحاله دي كده اداه الاسم ده مذكر. طيب الحاله بتاعته ايه، الحاله بتاعته هنا اكوزاتيف، تبقى دين ماين اوبا جيب فلانست حط. طيب استرايش، استاين لاند، ان ديم لاند كان مان جوت شي فارن، دي مش اسكي ده اوف انجلش، اوف دويتش شي. يبقى österreich ist ein land، عايز تقول بقى اللي فيها، تبقى ان ديم، عشان انت هنا فو تسال فو، ان ديم مان جوت شي فارن كان. طيب دو هاست مي فون اينر فريندن اتسيلت، اس زي داس، انت قلت لي على صديقتك او قلت لي على صديق، هي دي. طيب يبقى انا عايز اقول ايه، هل هذه هي الصديقه اللي انت قلت لي عليها؟ طيب دي هنقولها ازاي بقى، احنا هنا هنستخدم الفعل اتسيل او اتسيلين بيجي معاه فون، فتبقى هنا فون، وصديقه دي اداتها ايه في الداتيف دير، فون دير دو مي اتسيلت تمام. ich habe einen hund، انا عندي كلب. seine augen sind blau، عيونه زرق. طيب يبقى هنا اقول ايه، ich habe einen hund، انا عندي كلب اللي عيونه زرق زرق. فهنا اللي دي الكلب ده مذكر ولا مؤنث ولا ايه؟ مذكر، تبقى دس augen sind blau. ايه ده فيه زند دي في الاخر، ماشي هعمل صح. setze das richtige relativ adverb ein، relativ adverb ده اللي هو لما تيجي تضيف زي in dem والكلام ده، بس هتبقى مثلا فو،
فانت عندك هنا فو فوهيا فومات فوفيا فوي بقى. طيب ازاي او دي جت منين؟ حرف الجر اللي بيجي مع الفعل هنا بتحط قبليه فو عشان تربط بينه، تمام؟ هنفهم يعني. بس في حاجة، لو حرف الجر جاي مثلا زي يبقى اللي هو أول حرف في حرف الجر ده متحرك، أو يعني مثلا زي الأم لاود أو الـ أو الآ أو كده، الحروف المتحركة بتضيف ال، تفصل بين ال او او وال ي ب ال، تمام؟ طيب ايه هاتي فيلي فريشتشكايتس فيلا ام تيست. فريشتشكايتس فيلا اللي هي خطأ غير مقصود أو خطأ بسبب الإهمال. ام تيست ويبا ازيش زي اجت اجن، أو فعل اجن بيجي معاه حرف الجر يبا، بمعنى اللي هو بينزعج من شيء أو بيتعصب بسبب شيء. فهنا يبقى أنت هتستخدم آسف حرف الجر يبا، تحط بقى معاه فو. فأنا ما ينفعش أقول فو بقى على طول، فبتقول ضيف اغ بينهم فبتبقى فوقي بقى. طيب als Kinder verstecken wir uns immer im Wald، لما كنا أطفال كنا دايما بنستخبى verstecken في ال اسمها ايه الغابة، تمام؟ طيب عايز أقول بقى uns keine Sucht، في مكان ما حدش يقدر يلاقينا فيه أو ما حدش بيدور علينا فيه، يبقى في مكان دي بتبقى فوق زي where في الإنجليش كده بتبقى فوق. plötzlich begann es zu regnen، فجأة الدنيا بدأت تمطر. keiner gerechnet hatte، طيب gerechnet hatte أو gerechnet أو gerechnet آسف بياخد حرف الجر مت، اللي هو أنت مش عامل مش عامل حساب لحاجة، فهنا هتبقى vomit vomit keiner gerechnet hatte، تمام؟ مش früher مت. Er will ein guter Fußballer werden، هو عايز يكون لاعب كورة، لاعب كورة كويس. Er viel trainiert، هو عشان كده بيتمرن كتير. علشان كده يبقى wofür، لذلك، من أجل ذلك. Das Paar zog nach München، الزوج ده أو الكابل ده راح لألمانيا، راح للأسف لميونخ. Seine Eltern ursprünglich kamen، عايز اقول اللي والدينه او حيث نشأ والداه، تمام؟ طيب حيث نشأ والداه دي كم بياخد معاه هي، تبقى فو هي فو هي كم، تمام؟ بس هو الدرس لذيذ بس عايز يعني ايه تدريبات شوية. بس ما تنسوش بقى تسووا لايك شير سبسكرايب. شكرا.